FM. الكلمة ليك. على سلامتكم ومرحبا بكم في الماستر تيك. نعرفوا لأن الجنوب التونسي باش يكون مسرح لتصوير سلسلة الأفلام الخيال العلمي ستار وورز منذ سنوات طويلة. نحكيوا اليوم على أنه الأبطال متاع السلسلة هذه الشهيرة يرجعوا مرة أخرى للصحراء التونسية من خلال مقطع فيديو جديد من إنتاج تونيفيزيون. الفيديو هذا الجديد اللي يظهر الأبطال متاع ستار وورز واليوم يكتشفوا الجنوب التونسي من خلال ومضة إشهارية مبتكرة ومميزة برشا بيسير تهدف إلى الترويج للسياحة وخاصة لموسم السياحة الصحراوية التونسية الجديد. نحكيو اليوم على أعلنت أنه مجموعة من الهاكرز اللي قامت منذ أيام قليلة بأنها توصلت إلى سرقة أحدث الأفلام متاع وولد ديزني الجديد اللي باش يصدر قريبا. نحكيو اليوم على الفيلم متاع بيرات أو بايرت أوف ذا كاريبيان اللي هو في جزء متاعه الجديد واللي هدد الهاكرز هذوما بأنهم باش ينشروا النسخة هذه على شبكة الإنترنت إذا كان ما تقومش الشركة الأمريكية بدفع مبلغ مالي ضخم برشا. نحكيو اليوم على بوب إيجر اللي هو المدير التنفيذي لشركة وولد ديزني. قال أنه الهاكرز هذوما طالبوا بدفع مبلغ مالي ضخم العملة الافتراضية. نحكيو على البيتكوين واللي انهم كانوا هدوا تقريبا بتسريب 5 دقائق من الفيلم هذايا ثم هدوا بتسريب مقطع يوصل حتى ل 20 دقيقة. بوب إيجر اللي هو ما كشفش على قيمة المبلغ من بالنسبة للفدية خلينا نقوله مرة أخرى ولأنه مازال ما ثم حتى شيء بور مومون، لكن انه نعرفوه انه المدير التنفيذي نتاع الشركة وولد ديزني ما حبش يذكر شنو هو الاسم نتاع الفيلم اللي تم تسريب نتاعو، لكن اكيد التقارير الصحفية ولا الصحافة الاستقصائية في امريكا عارفة التشيء هذا اللي هو فيلم The Caribbean Dead Man Tell No Tales أو Tell No Tales. دونك الفيلم هذا هو البيرات الكاريب نعرفوه الفيلم هذا الناس الكل اللي منظر أنه بيش يتم الكشف عنه رسميا هات الجمعة 26 مايو 2017. تم نهار الجمعة 19 مايو 2017 بمجلس نواب الشعب خلال ندوة صحفية خاصة رئاسها السيد محمد النصر رئيس مجلس نواب الشعب إطلاق منصة إلكترونية جديدة لنظام المعلومات متاع مجلس نواب الشعب. نحكيو على ARP نظام المعلومات الجديد لمجلس نواب الشعب اللي تم إحداثه حسب المعايير الدولية الحديثة والأكثر تقدما في مجال تكنولوجيا الاتصال. النظام هذا الجديد اللي باش يجيب على التطلعات متاع الانفتاح والشفافية خاصة وأنه تمكن المواطن والمجتمع المدني وحتى وسائل الإعلام من امتلاك المعلومة المحينة واللي ذات مصداقية والمتوافق مع تشريعات المرتبطة بحق النفاذ إلى المعلومة. هنا نجم نحكيه على أنه النظام الإلكتروني الجديد ذي على ذمة أعضاء المجلس وهيئته والإدارة متاعه. نحكيه على أداة لمشاركة البيانات والمعطيات ومراقبة مسارات التشريعية الكل والتحكم والعرض ذي كل بإتمام متاع المهام الأكثر فاعلية. دونك هنا نجم نحكيه على البنية التحتية الجديدة ذيها اللي فيها مركز متاع بيانات، نحكيه على داتا سنتر اللي زيدا فيها تقنية متاع الحواسيب أو الحوسبة، نحكيه على البرايفت كلود اللي باش تحترم المعايير الدولية كما قلنا على مستوى السلامة المعلوماتية، وتركيز 260 حريف مرتبط بالخوادم هذوما او لي سيرفور مع 230 حاسوب محمول مختص او مخصص للنواب، الى جانب 8 شاشات رقمية باش معناها يتم استغلالها في مركز الاعلام اضافة الى عديد المزايا والوظائف الاخرى. كانت شركة سامسونج قررت إعادة تسمية الجالكسي نوت 7 الجديد بالسامسونج الجديد اللي هو FE اللي هو فاندوم إديشن. المصنع الكوري الجنوبي اللي قرر الرسكلة متاع بعض الوحدات بالنسبة للجالكسي نوت 7 وطرحها من جديد للتسويق للتعويض على جزء من الخسائر اللي جرت بالنسبة للجالكسي نوت 7. الشائعات لحد الآن والمعلومات الأولى تفيد أنه الموديل هذا محسن باش يكون تحت اسم جالكسي نوت 7R، لكن حسب موقع ET نيوز أنه أعلن اسم جديد هذا باش يكون مختلف نوعا ما. نحكيو على إعادة تسمية سمارتفون هذايا متاع جالكسي أو سامسونج جالكسي نوت فاندوم إديشن واللي هو ممكن باش يكون تليفون متطور أكثر برشا. نحكيو على فابليت أكيد برشا ناس تعشق السامسونج، ونحكيو على التليفون هذايا باش يكون فيه معناها أندرويد 7.0 بالنسبة للسيستم ديكسبلوتاسيون، والسوم باش يكون أقل من السوم اللي كان عليه جالكسي نوت 7. نكملوا مع كرة القدم وين أصبح أول الملاعب الثمانية القطرية المخصصة لاحتضان كأس العالم لكرة القدم مكتمل للمعالم. نحكيه على ملعب خليفة أو خليفة الدولي اللي يجمع بين تكنولوجيا التكيف أو التكييف والفن المعماري الحديث. نحكيه اليوم على احتضان نهار الجمعة الماضي أول المقابلات واللي كانت جمعت نادي السد والريان بمناسبة كأس أو نهائي كأس أمير دولة قطر. الملعب ذي اللي تم تشييده سنة 76 الملعب اللي يستوعب 40 ألف مقعد تمت إعادة تهيئة
البناء نتاعو بتكلفه توصل حتى ل 70 مليون اورو، في حين مازال الملعب نتاع لوزيل هكا تكتب ال يو اس اي ال اللي من المتضرب باش تستوعب تقريبا 80,000 مقعد، واللي باش يحتضن المباراه الافتتاحيه للدوره العالميه هذه مازال ما اكتملش لحد الان، والمتوقع باش يكمل ان شاء الله في حدود عام 2021. اكد زاد المنظمين انه الانظمه نتاع التكيف الهواء هذه باش تبقى او باش تخلي الملعب في درجه توصل حتى ل 26 درجه، مع استهلاك نسبه الطاقه اقل ب 40% من اساليب التكيف الاخرى المعروفه في العالم الكل، في خصوص الملاعب السته اللي مازالت اللي هي ملعب البيت اللي هو نتاع الخور، وملعب الوكره، وملعب زاد قطر فونديشن بالدوحه، وملعب الريان واللي معنا الطاقه نتاع الاستيعاب باش تكون ما بين 40 و 60 الف متفرج. تلقاو بعد شويه الفيديو او بلوتو تو تلقاو الفيديو نتاع التيران هذايا، خاصه انه نحكيو على التيران متطور برشا برشا. اكثر تفاصيل تلقاوها على موقع tweetech.com، تنجموا ترجعوا للسيت ويب نتاعنا www.cabradio.tn والا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كاب اف ام باش تعاودوا تتفرجوا في الفيديو اللي صورها لكم صدام. كاب اف ام الكلمه ليك.